دكتور عبد الواحد ولد مولود، ما هو الحجم، حجم الخطر الذي يترتب عن هذه الأزمة المركبة في منطقة الساحل؟ طبيعة الحال يعني حجم الخطر في هذه المنطقة يعني مكلف جدا، يعني قياسا على مجال الدراسات الأمنية، أن هناك أي أزمة في إقليم معين يعني تكون لها تداعيات وخيمة على المنطقة ككل، وهو ما يعرف بالاعتماد المركب. طبيعة الحال منطقة الساحل جنوب الصحراء فهي قوس من الأزمات، كما يعني أشار الأستاذ بوبريك، فهي عاشت يعني تهديدات أمنية كلاسيكية ولا تماثلية أو معاصرة. طبعا إشكالية بناء الدولة في منطقة الساحل والصحراء من بين الإشكاليات الأساسية التي أرخت بثقلها على تفاقم الأزمات الإنسانية. طبيعة الحال أيضا هناك الارتباط أو علاقة الأمن بالتنمية، فغياب نحن الآن أو كنا نتحدث في يعني سالفا أو سابقا على مفهوم الأمن بمفهومه الكلاسيكي الذي يعني يتمحور حول القوى العسكرية، ولكن أصبحنا نتحدث غياب أمن شامل على مستوى منطقة الساحل والصحراء الكبرى. طبيعة الحال هذه الدول خاصة نيجيريا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو والتشاد عرفت إشكالية بناء الدولة منذ الأزل، يعني غياب الشرعية، عدم قدرة هذه الدول أو عجزها في تلبية متطلبات يعني شعوبها، مما يعني أحال إلى تمرد عرقي في المنطقة، هذا من جهة، وفي من جهة أخرى مما سبب. عفوا دكتور عبد الواحد أولاد مولود، عفوا على المقاطعة، ما تقديرك لحجم ثقل الظروف المناخية والموقع الجغرافي وصعوبته على مسألة جهود النهوض بالحكامة والنهوض بجهود التنمية وأيضا دور المجتمع الدولي، كل هذا لنقل ألم يعق تقدم جهود الحكامة وجهود بناء المؤسسات؟ لا، هي في الحقيقة الظرفية المناخية لمنطقة الساحل الإفريقي جنوب الصحراء فهي يعني منذ الأزل كما أشار الأستاذ يعني شهدت موجات من الجفاف، خاصة منذ الستينيات والسبعينيات، وما عرفناه من نزوح عرقيات على سبيل المثال يعني للحصر، يعني عرقية الطوارق التي عانت يعني بشكل أو بآخر يعني مسألة التصحر والجفاف. لكن أنا أقول أنه غياب حكامة دولية أو غياب مقاربة دولية يعني هادفة في المنطقة، أو على الأقل تأخر يعني تأخر النظرة الدولية للمنطقة هو ما فاقم الأوضاع الإنسانية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء. شكرا جزيلا لك.